ده بدأ يشتبك مرة واحدة، الدهانات بقت تقع في البيوت، حتى جيراننا كده في دهانة وقعت فوق قتلت نفر واحد، ده مات طوالي وقتي، والتاني ده معوق. والله الهرب ده هو مين بدأ مين الجيش بقى يخش ده؟ أنا هنا طبعا الخوف خلاص خش في قلبنا، أنا هنا المواطنين عرفنا مع إنه بيكون في خراب، لكن قلنا ننتظر نشوف لا آخر نهاية بحصل شو. في عسكري جا، أنا ما أعرف عسكري ده تابع لوين، يا جاري بس خش جوا بخش جوا البيوت زي ده، يقول للناس أمرقوا أمرقوا، قلنا له نمشي وين؟ قال لي أنا أمشي بس بالظلط ده. يعني ده بقوا فترانين ما قادرين يركبوا مرة ثانية، ورين هنا بقى يوجع. خلاص أنا قعدت في الجو 3 يوم. Jow is a border garrison town which is part of the buffer zone between Sudan and South Sudan. The town keeps switching between Sudan and South Sudan's territory. Yida site is very close to rebel-controlled areas, leaving it open to accusations that it is serving as a rear base for the SPLM-N. This has made the area a target for government bombing campaigns. في 11/11/2011 تم القصف بسلاح جوي السوداني على منطقة بعيدة، سقط 4 دهانات. نحن كان قاعدين مطمئنين يعني الطيارة ما قلنا هي بتجي تحصلنا هنا تاني، لما جاء دقتنا خلاص خوفتنا مرة، هذا قلنا ما في طريق إلا زول يرجع البلد تاني يمشي قد جبل أحسن. طبعا هنا دارين ناس يوقفوا مننا الحرب عشان هنا نرجع بلدنا.